جيت هنا دانوب باخذ اغراض في البيت للبيت. يلا الله على الجو اللي عندهم، ما شاء الله تكييفهم يجنن. اروح سوبر ماركتات كثيره بس ما في شيء نفس الدانوب، بالذات الفرع هذا. شوفوا خذ لكم لمحه سريعه على التخفيضات اللي عندهم، اغلبها شنط طعام. هنا علب مويه، هنا اطباق واكواب. بس ما فهمت يعني الواحد الواحد بس 15 ليه؟ ايش ميزته يعني؟ ما ادري، احس عادي. شوفوا هنا الكمامات عندهم عليها عرض، كانت ب 24 صارت ب 15 95 هللة. خلوني اروح جهة الفناجيل التركي، هذا القسم اللي احبه بعد الاكواب، بعد اكواب القهوة. هنا العربي، شوف هذا. يا الله الدنيا صباح رايقة وهادية، ما في زحمة أوادم كثير. شوفوا كذا لمحة سريعة على المكان. شوفوا هنا الأكواب ب9 ريال، بس الأكواب خلاص أحس إني عندي اكتفاء من الأكواب، ما عاد أبي. في ألوان رمادي وأبيض، والصحون حقتها 10 ريال، تقدر تاخذ لكم طقم، وهذه ب15. تقدرون تركبوا لكم كذا طقم، بس احس بيكون غالي، لو تاخذون طقم بيكون ارخص، بدات تقوم ايكيا. شوفوا على 96 97 كذا. احب اجي هالقسم حتى لو ما بشتري، احب اتفرج. شو هذول البراريد شفافة صغير ب43، وهذا ب53، بس مرة خفيفة، مرة خفيفة، لو لامست أي أكواب أو شيء بتتكسر. هذا شوية أثقل بس يظل خفيف. شو هذا، مرة سعنونة حلو. ما عليه سؤال. شوف هذه الأكواتي قزاز، مدري ليش كذا خاف منها، ما اقتنعت فيها. شوفوا الأكواب هذه على 13 16 كذا. هنا أتوقع قسم الركوات، بس انا اللي قهرني في الركوات، ما ادري تسمونها انتم ركوه ولا لا، حق التسخين الحليب، او بتسوون مثلا كرك، او بتسوون سحلب. اللي قهرني اللي ما لها فم، تجون تصبون تدمرون الدنيا. احب اللي كلها نفس الفم، او بوز ما ادري تسمونه، يكون لها نفس الحافه نازله، تساعد ان المشروب ينزل من غير ما يكب. شوفوا هذه مثلا، هذه يعني ها منطقيه شويه، هذه ب60 ريال، بس تظل صغيرة. أعاني إذا جيت أسوي كرك، ما تخيلون قديش أبهذل الدنيا. أحب أسوي كرك أنا الأول مرة في الأسبوع كذا، مرة كل 10 أيام، مش دايم، وأحسني أحوس الدنيا. شو هذه عليها خصم، كانت ب53 صارت 38 ريال. هذه بعد نفسها. هنا قسم الأطباق، ونقوا وانتوا عاد اللي تبون. شوفوا اللي فوق، ال21 هذه ما أدري إيش القطعة ولا ما أدري، بس غالبا شوفوا اللي سعرها مرة رخيص زي 9 21 هذه بالحبة،
بس اللي سعره كثير احس المجموع. شو هذه احسها حلوة للحمص والاشياء كذا اللي مع الاكلات المشويات، صح حلوة. والله يا بنات كذا رواق، الدنيا هادية. شو هذول عليهم خصم 30 صارت 22. تعرفون اللي كأنها فخار وما هي فخار؟ تعرفون هالملمس، ملمسها وإحساسها ما أحبه، ما يعجبني، بس يوترني. ما أدري إذا عرفتوا قصدي. شو هذول أربع 85، بس ترى أبو خمسة يعني قريب منها، وهذه ستة مع بعض 39، وهذه بأربعة وخمسين. شوفوا حجمها، بس تصلح أم علي سحلب، مدري جاء على بالي سحلب أم علي، مشاريب كذا شتوية حلوة. هنا بعد فيه تسعة وعشرين، ما أدري والله هي قطعة ولا مدري. شو هذا سحلو، ترى انا احب اجي للتركي. اه بعد حلو، مش قزاز شكله، ما احسه قزاز، حلو غالبا ميلامين، احسه حلو ما يتكسر، حلو يعني. هنا قسم الحافظات والحقات الخبز، سلات الخبز. هنا قسم الأكلات، أحس اللي هندية، عارفين لما تسوون أكل هندي مثلا chicken butter، تسوون أي شيء أحس حلو في الصحون هذه. وهذه أحسها تصلح للسويت حلويات، أحسها مرة حلوة في الحلويات. من الحلويات اللي تكون مكوناتها كذا قطع مربعات بريد محمص مع زبدة مع شوية شعيرية، وحاطين عليها نستلي، وحاطين عليها كراميل وصوص شوكليت. تعرفون هالحلويات نفس حلويات بيتت بيرس، نفس حلويات أحس كذا تصلح للعلب هذه. هنا قسم الخلاطات، يا ربي خلاطتي للحين يعني ما استفتحتها وما جربتها، كل يوم أقول بكرة، لفكرتها نفس كذا كل يوم أقول بكرة بكرة لنفس هذه. عندي واحدة في البيت لازم أجربها معاكم إن شاء الله. شو هذا مولينكس على عرض، كان 400 صار 299، خلاط مع اثنين مطحنة، حبتين مطحنة يعني. خلينا نروح نشوف صحون التيفال. هنا صواني تيفال، قدور تيفال عليها عرض. هذه كانت لا عاد ولو 245 صارت 230، اللي زي كذا ما أحس عرض، ما يحمس. خلونا نمشي أفضل. هنا مكاين القهوة للي يحبون القهوة، نفسي شوفوها هنا. هذا سخان حليب، تريدون تأخذونه بالحالة، تريدون تأخذونه يكون اللي عندي أنا في البيت، لا مشبوك مع الماكينة يعني يشتغل بالحالة كله بس متصل كذا، فهمتوا؟ هذا لا بالحالة. لو عندكم يعني انتوا شريتوا هالماكينة قبل مجلس إصدار السخان الحليب، تريدون تشترون سخان الحليب بالحالة. أبي أدور لكم سعره، الماكينة ب 821 وهذه ب 985، كلها نسبرسو. هنا بعد مكاين ما أعرفها ما جربتها، بس أنتوا شوفوا هذه ب 382 وهذه ب 529. هذا ستايلها زي نسبرسو صح؟ الحمراء مرة زيها. هنا الأجهزة، شوفوا ماكينة قهوة هناك، شكلها نسبرسو وشكلها عليها عاد، شوفوها ايوه من نسبرسو عليها. اها
تاخذون الماكينه مع السخان بس ب 599. بنات العرض يجنن، ترى انا ماكينتي مع السخان شريتها غاليه، يعني هذا يعتبر بلاش، انا شفنا بلاش. شوف الماكينه كيف كيوت وصغيره، شوف هنا تحطون المويه مره حلو. ليه تقولون انه حقه المويه صغيره ولا كبيره؟ انتم في كل الاحوال راح تبدلون المويه، فهمتوا؟ يعني كل يومين ثلاثه بتبدلون المويه. وهذا السخان معاه مرة حلو العرض يا بنات، لا يفوتكم، جدا حلو جدا حلو. لا وتقدرون تاخذون السودة بعد، مو شرط الحمراء، تاخذون السودة بعد، مرة حلو. هنا قسم الغلايات، هنا مكوى البخار والتقليدي وكل شيء، هنا الفران والمايكروويف. قاعدة أحاول أوقف إذا شفت عروض، إذا ما شفت عروض أكمل. شو هذي؟ من كنويت حقة القهوة التركي، بس ما عليها 499. المكاين هذه، هذه كنوت حقت قلاية هوائية. إذا أخذتوا قلاية هوائية تأكدوا أنها تتحرك تدور، لازم تكون ثابتة. أنا اللي عندي في البيت ثابتة، لازم كل بعد فترة أوقف و كذا اقلبها بيدي وارجع. خلينا نروح القسم الثاني. هنا كل فوط، مناشف، ما ادري ايش تسمونها، سورين او الشام يسمونها بشكير، احنا فوطه منشفه عادي اي شيء، كله يعني كله نعرفه. هنا شوفوا تحف صغيره بس احسها مره ذهبيه، 29، كل القطع على 29. والله الله ثقيله يا بنات، مرة ثقيلة. هنا قسم الرحلات الله على الرحلات، الله على السفريات وعلى الحياة الحرة. جت الدوامات الحين أحس إنها قعدتنا في البيوت، الله المستعان. شوفوا هذا بعد الكرسي حلو، ترى مو شرط ان تستخدمونه بس في الرحلات، حتى في المذاكرة حلو. يعني جيبوا لعيالكم المكاتب المذاكرة حلوة، بس اللي ذاكر مثلا 7 ساعات 8 ساعات ترى يمل من مكتب وكرسي وتصير رجلينه كذا معلقة، مش مريح، فهمتوا؟ جيبوا لهم غير المكتب، جيبوا لهم زي هالكراسي، وجيبوا لهم طاوله خشب ارضيه، عرفتوا؟ يصير يجلس، اللي بيذاكر يجلس يتربع يرتاح يتمدد، يعني يغير الوضعيات، مو طول الوقت بس على المكتب ورجلينه معلقه، ترى يعني متعب ممل. شوفوا العروض هذه، عينه ورق زبده. شو حاطين أجهزة هنا، لا يكون إنها مرة تخفيضات، ما أدري. لا لا عادية، أحس أسعارها على 200 و200 شوية. المواد الغذائية ما أحس الدانوب دائما ألقى عروض حلوة، إلا المكرونات. المكرونات عروضهم دائما تجنن، دائما القى الشركه اللي احبها بريفيتوم او ما ادري ايش اسمها، يا ربي دائما ايش اسمها، البنفسجيه، عرفتوها؟ دائما القى عروضها بريال ونص ريالين كذا. هنا قسم الكبسولات، هذه بس اللي فوق، شوفوا المستطيلات النسبريسو. وهنا عاد مكاين ثانيه، خل اشوفكم هذه متوافقه مع ايش.
قاعد يطلع لي وين ايش نوع ماكينته، بس انا هذا اللي اخذها الماكينتي اكثر شيء. فيرونا وكولومبيا اكثر كبسولتين احبها، اللي تكون بنفسجية وتكون كذا صفر على الأورنج. هذا النسكافيه مرة شريت منه على بالي انه يجنن، طلع عادي واقل من عادي. احس احلى شيء الجولد، جدا حلو. احس اني تأخرت ودي راح اقضي اغراضي بدري عشان ما العب بالوقت، عندي باقي اشياء كثيرة المفروض اسويها. في اقسام جديدة احسهم ضايفينها، الفرع هذا لي فترة ما جيته، احس فيه كذا في اشياء. شوفوا هنا هذا زي ما هو ما تغير، بس الاقسام هذه هنا قسم اتوقع انه الصحي او الاورجانيك ما ادري. هذي بنات السكر اللي يحبون محليات صناعية يجنن. أنا مستحيل أستخدم محلي صناعي، ما أحب طعمه، يعني أشرب القهوة أو المشروب مر ولا أذوق المحلي الصناعي، بس كطعم محلي صناعي هذا أهون واحد. تعرفون طعم المحلي الصناعي دائما ما أدري كيف بعض الناس ما شاء الله عليهم ما يحسون بالشعور، أنا إذا ذقت شيء محلي صناعي أحس بنهاية لساني نهاية حلقي أحس طعم كم ما أدري ما ينوصف، زي المرارة زي الطعم يعلق في حلقي، ما أحب الشعور هذا. فأشرب مر ولا أنه أشرب شيء حلو في البداية بعدين يمرر على حلقي، ما أدري شعور غريب. في بعض الناس ما يطعمونه عادي، بس أقولكم جربت كل الأنواع، هذا أحلى شيء الوردي يجنن، يعني أقل أنكم ما تطعمون شيء فيه. صدقون شكلي كذا ببدأ أتسوق، راح أجيب لي عربية، أحب أخذ لفة في المكان أشوف الدنيا بعدين أبدأ أتسوق. ترى معجناتهم لذيذة، شوفوا والله أقولكم عندهم تغييرات، أحس في أركان كذا قاعد يغيرونها. هنا قسم كامل كله حق المرصصات علك، هنا الشبسات. عندهم هنا قسم كامل هناك مكسرات، بس ما أنصحكم فيه، أخذت منه مرة كله سوس، تعرفون حشرات اللي تجيب المكسرات فيه، بس عطل رجعت البيت. تخيلوا نحت يعني بس فتحته كذا اللي بدأت تطلع كم حبة على طول، اليوم الثاني رجعته لها. ما أدري هل هو كان صدفة قديم أو هو كذا دايم أغراضهم قديمة. ايش رايكم نروح اوريكم معجناتهم؟ بس اخاف اني اتحمس واشتري وانا ما ابي اجيب معجنات ولا بيجيب كيك ولا بيجيب شيء، احسه بس قاعد اخبص اليومين. عندهم بالطلب تقدرون تطلبون، تطلبون مثلا لحم عجين، لحم عجينهم حلو بس كبير، يعني القطعة تكفي 3 أشخاص وسعره بعد مش غالي، حلوة بس انه لا تشترون كل شخص واحدة لحم، تفكرونها زي اي منقوشة مثلا زي اي مخبز، لا الوحدة عندهم كبيرة مرة. نفس فكرة البيتزا، احس عجينتها نفس عجينة البيتزا، بس والله برح اجيب لي عربية وابدأ اتسوق. ما تنسون بنات اذا عجبتكم الجولة حطوا لايك، اشتركوا في القناة، اشوفكم فيديوهات الجاية بإذن الله، مع السلامة.